القادم أجمل إن شاء الله بوجودكم. الآن أنا ضفت بالخطة العلمية تأسيس كورال الفنون الجميلة، يعني وين أستاذ محمد؟ أستاذ محمد الكورال راح يتأسس أو تأسس يعني إن شاء الله تأسس، يعني دخلنا بالخطة العلمية وراح نناقش مجلس الكلية يعني بشكل رسمي راح نأسس كورال كلية الفنون الجميلة بكوادر اللي موجودة الآن، وهذا الكورال كل سنة يتعزز بأصوات جديدة تعوض اللي يتخرجون، وأيضا بنفس الوقت هذا الكورال يأخذ مساحته مو فقط على ساحة الجامعة وإنما حتى على الساحة المصرية. إن شاء الله أول فعالية يقدمها الكورال راح تكون فعالية اجتماعية في نقابة الفنانين اللي اسمها الأستاذ فتحي. فلما يكون كورال محترم وأكاديمي ويقودوه أساتذة أكفاء يعرفون كل دهاليز هذا الموضوع، بالنتيجة راح يطلع عندنا كورال عالمي على مستوى العراق وراح يكون على مستوى البصرة. دعم مفتوح أستاذ محمد تسمعني، دعم مفتوح لكم لكل ما تحتاجوه، وبالجهود اللي نقدر نوفرها احنا ككلية وبالجهود اللي نقدر نحصل عليها من